جيت العيد في الوضع اللي احنا فيه، في حرب لها اكثر من 6 شهور وسكرت اليوم 6 شهور، مش عيد. عيدنا احنا كشعب فلسطيني كشعب غزة عامة مش عيد الفطر ولا عيد الاضحى ولا عيد الانتصار، عيد وقف الحرب، وقف العدوان، عيد وقف الجوع، وقف الذل اللي بيجي على الشعب. لا بهجة لا فرح لا سرور، احنا بنعيش في معاناة الله اللي بيعلم وحده كيف احنا عايشينها. الناس حزينة، تركت بيوتها وتركت أطفالها، يعني أطفال جزء منهم في المقبرة وجزء تحت الركام وجزء تم أسره وجزء ملقى في المستشفيات بسبب القصف والدمار. فيعني حقيقة عيد حزن للأمانة علينا وعلى الشعب كله. Thank you.